أصل الأصول، نور الجمال وسر القبول، أصل الكمال وباب الوصول، صلاة تدوم ولا تزول. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، أكرم نبي وأعظم رسول، من جاهه مقبول ومحبه موصول، والمكرم بالصدق في الخروج والدخول، صلاة تشفي من الأسقام والنحول والأمراض والذبول، وننجو بها يوم القرب العظيم من الذهول، صلاة تشمل آل بيت الرسول والأزواج والأصحاب، وتعم الجميع بالقبول، الشباب فيهم والكهول، وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.